أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن بلغ سعادته بحصول فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية على جائزة اللعب النظيف في طواف إيطاليا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية يعمل كمنظومة احترافية متكاملة، وجميع أفراد الفريق هدفهم تحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية والمساهمة في الترويج الاقتصادي للبلاد وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المتتبع لمسيرة فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية يدرك حجم العمل الكبير الذي يقوم به أفراد الفريق من فنيين وإداريين ودراجين وغيرهم، حيث يسير الجميع وفق خطة مدروسة وبعيدة المدى، حيث أن العديد من الأهداف تحققت في المشاركات الماضية، خاصة أن الفريق حقق العديد من الإنجازات في مختلف مشاركاته العالمية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن جائزة اللعب النظيف في طواف إيطاليا سوف يكون لها انعكاسات إيجابية واسعة على الفريق في مواصلة تسجيل الإنجازات خلال الفترة القادمة، مشيدا سموه بعطاء الجهازين الفني والإداري والدراجين طوال الفترة الماضية، متمنيا للفريق دوام التوفيق والنجاح.